المشاهدون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله. من تلفزيون دولة إريتريا نقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذه الفترة، معكم فيها قاسم أحمد، والبدء كالعادة بأهم وأبرز العناوين. عملية بناء سد قحطة لا تقارب الاكتمال. ارتيال مشروع مياه هوميبا. الإريتريون في المهجر يقومون بأنشطة دبلوماسية شعبية. أردوغان يعلن معطل 3 جنود أتراك في إدلب بسوريا. باكستان تغلق المدارس وتعلق رحلات الطيران مع إيران للحد من انتشار كورونا. ومؤتمر دولي حول الاتفاق النووي الإيراني في فيينا. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. ذكر المشرف على أعمال بناء سد قحطلاي بإقليم شمال البحر الأحمر المهندس دانيال مبرهتو إنجاز 95% من الأعمال الأساسية لبناء سد قحطلاي الذي تشيده شركة قدم للإنشاءات منذ عام 2016، وقال أن الحكومة وظفت القدرات البشرية الكفؤة والآليات لبناء السد الذي سيعمل لحل مشكلة مياه الشرب عامة للمنطقة ومدينة مصوع خاصة والدافع بمشاريع التنمية الزراعية. وأوضح عن اكتساب خبرة كبيرة من بناء سد قحطلاي لكونه يشيد لأول مرة بمواد البناء المسلحة الكونكورد، وله قدرة تخزين مياه بكمية 46 إلى 50 مليون متر مكعب ومساحة 3.5 كيلومتر للمياه المحتجزة، وإمكانية تنمية مساحة أكثر من 10,000 هكتار من الأراضي الزراعية. وأشار المهندس دانيال إلى استقبال السد مياه السيول المنحدرة من دنغولو العلاي ووجود خطة لتحويل سيول خور دماس إليه، وتبذل الجهود لإكمال مرحلتي الثانية والثالثة عام 2021. قال مدير ضاحية هوميبي بمديرة فورتسا والسيد وهاج عثمان إن مشروع مياه الشرب الذي أرسي خلق ارتياحا لدى السكان، ويضم مشروع المياه الذي تم إرسائه من مشروع عدها لو أنابيب بطول كيلومترين من خور الساوا وخزانين كبيرين وستة نقاط توزيع. وشكر السيد وهاج جهد وتفاني أعضاء مشروع عدها لو لبناء مشروع المياه داعيا السكان للعناية به. وتبعد ضاحية هوميبي مسافة 30 كيلومتر إلى الشمال من فورتو ساوا وتعطنها أكثر من 6,000 نسمة. من جهة أخرى يتم بناء طريق ترابي من فورتو ساوا إلى أديبرا بعرض 20 مترا، وقد تم حتى الآن إنجاز 15 كيلومترا من الطريق. قام الإريتريون المقيمون في لندن البريطانية ونورد راين فيستافيليا وفرانكفورت الألمانية وسنسنات الأمريكية بأنشطة دبلوماسية شعبية. وأفادت المعلومات الواردة إلينا بأن سفير إريتريا في بريطانيا العظمى وشمال أيرلندا السيد ستيفانوس هبت مريم عقد سيمينار للإريتريين في لندن. وقدم السفير ستيفانوس في السيمينار الذي عقد تحت شعار التصدي لأعلى مراقع التنمية والتطور توضيحا عن الإنجازات التي تحققت في كافة المجالات على المستوى الوطني والبرامج الكبيرة الموضوعة. وقال أن مناخ السلام والتعاون الذي يخلق أرضية الشراكة في المنطقة هو نتاج صمود تصدي الشعب الإريتري، وسيكون له دور كبير لازدهار البلاد وتحقيق رؤية الشعب وحكومة إريتريا وعلى جميع المواطنين المشاركة فيها بنشاط كبير ووعي. وقدم مسؤول الشؤون الشعبية والمجتمعية في السفارة السيد سليمان حسن توضيحا عن الخدمات القنصلية. وعقد سيمينار للإريتريين في مدينة نورد راين فيستافيليا الألمانية حول الاستثمار الاقتصادي والموارد والفرص في إريتريا ودور الإريتريين المقيمين في المهجر لتطوير الاقتصاد الإريتري. وأوضح مسؤول الشؤون الشعبية والمجتمعية في السفارة الإريترية بألمانيا السيد كحساي تولد فرص الاستثمار القائمة والهادفة نمو وتطور الأقصاد الوطني وتحسين حياة المواطنين بمنح الأولوية لاستفادة المواطنين سواء بشكل فردي أو جمعي. وقال المسؤول الدبلوماسي والإعلامي في السفارة السيد تخلو لبسون إن العمل جاري بقوة لتحقيق تطور اقتصادي وتعبئة القدرات الوطنية وتنظيمها لفائدة الشعب والوطن،
من جهة أخرى احتفل الإيرتريون المقيمون في فرانكفورت الألمانية بالذكرى 30 لعملية فانقل التاريخية. وقال سكرتير اللجنة الوطنية في المدينة السيد برهان أفورقي في المناسبة إن فانقل كانت العملية التي فتحت الباب لاقتلاع المستعمر وتحقيق الحرية والانعتاق، ومن المهم العمل لتوهج لبنات القيم لبناء إيرتريا المزدهرة. من ناحية ثانية احتفلت المرأة الإيرتريا المقيمة في مدينة سينسيناتي الأمريكية بالثامن من مارس اليوم العالمي للمرأة والذكرى 40 لتأسيس الاتحاد الوطني للمرأة الإيرتريا. ودعت رئيسة فرع الاتحاد في المدينة السيدة الماز مسفن المرأة الإيرتريا لتعزيز التأطير والتنظيم للمشاركة الفاعلة في برامج التنمية الوطنية وتنشئة الشباب بقيم وتراث وطنهم. أوضح مدراء المدارس في مديرية فورو أن جهود تقوية العملية التعليمية تحقق نتائج مرضية. وأوضح مديراء مدرستي دين أنلو وعمر جابريل الابتدائية ارتفاع المشاركة في التعليم عامة والطالبات خاصة هذه السنة، ويجب تعزيز دور مدراء الضواحي للدفع بهذه الزيادة في عدد الطلاب. في غضون ذلك أوضح مسؤول الخدمات التعليمية في المديرية الأستاذ إسماعيل علي لدى لقائه مديرو المدارس أن الدراسات بيّنت وجود حوالي 8000 طفل لا يتلقون التعليم، ونتيجة للجهود المبذولة تمكن حوالي 19% منهم للالتحاق بالمدرسة. وأشار إلى فتح 8 مدارس هذه السنة، 4 منها رياض أطفال ومدرستين ابتدائيتين ومدرسة عريوت، وهي للأطفال الذين كانوا بعيدين عن التعليم تقديم الدراسة للالتحاق بنظرائهم داعيا لتجميع القرى لنتائج أفضل. وتوجد في مديرية فرو 40 مدرسة منتشرة في 14 ضاحية. قامت جمعية المتبرعين الطوعيين للدم في إقليم شمال البحر الأحمر بأجراء تبرع ناجحة لتنمية بنك الدم في الفترة من 17 حتى 23 من فبراير في مختلف مناطق الإقليم. وقد تم في الحملة جمع 504 وحدة دم من مديرية مصوع و93 وحدة دم من مديرية جندا. وأوضح رئيس الجمعية السيد حيلية ولد برهان ارتفاع الوعي بالتبرع بالدم عامة والتبرع الطوعي خاصة، وأشار إلى وجود برنامج لإقامة مراكز في شعب وفرع إلى جانب الفروع الموجودة في مصوع وقندع وفعبة ونوفا، وكذلك بذل الجهود لتوسيع التبرع الطوعي للدم وضعا في الاعتبار سعته ومناخ الإقليم. تأسست جمعية التبرع الطوعي للدم في إقليم شمال البحر الأحمر عام 2015. مشاهدينا الأكارم، فاصل قصير ومن ثم أوافيكم بالأنباء على الصعيد العالمي، فتفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم على الأنباء العالمية. أفاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس بمقتل 3 جنود من الجيش التركي في إدلب شمال غرب سوريا، حيث تساند القوات التركية فصائل مسلحة تحارب الجيش السوري. وبمقتل الجنود 3 يصل عدد الخسائر البشرية في صفوف الجيش التركي بإدلب إلى 21 شخصا هذا الشهر. وتشهد إدلب معارك محتدمة بين الجيش السوري والفصائل المسلحة المدعومة من تركيا. وأرسلت أنقرة آلاف من قواتها وشاحنات محملة بالمعدات للمنطقة الواقعة في شمال غرب سوريا على الحدود مع تركيا لدعم الفصائل المسلحة المعارضة. كما توعد الرئيس التركي بطرد الجيش السوري من المنطقة. وقامت تركيا 12 موقعا للمراقبة حول منطقة خفض التصعيد في إدلب بموجب اتفاق أبرم عام 2017 مع روسيا وإيران، لكن العديد منها أصبح الآن خلف الخطوط الأمامية للجيش السوري.
قال مسؤولون إن باكستان أغلقت المدارس يوم الخميس في عدة مناطق وعلقت رحلات الطيران من إيران وإليها في محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد بعد أن سجلت يوم الأربعاء أول حالتي إصابة بالفيروس. وتقع باكستان في جنوب آسيا وتربطها حدود مع الصين وإيران المتضررتين من تفشي الفيروس. وأغلقت السلطات المدارس في إقليم السند الجنوبي الذي يضم مدينة كراتشي أكبر مدن باكستان، حيث ظهرت أول حالة إصابة، وإقليم بلوخستان في الجنوب الغربي الواقع على الحدود مع إيران. وبدأت السلطات كذلك في تتبع نحو 8000 من زوار الأماكن المقدسة الشيعية الذين عادوا في الفترة الأخيرة من إيران. وقالت هيئة الطيران المدنية الباكستانية إنها ستعلق جميع رحلات الطيران مع إيران اعتبارا من مساء يوم الخميس وحتى إشعار آخر. وقال ستار خوخار المتحدث باسم الهيئة لرويترز: قررنا وقف الرحلات مع إيران، وتسير 3 شركات طيران إيرانية 7 رحلات أسبوعية من باكستان وإليها. وفي عقاب انتشار المرض في إيران يوم الأحد، أغلقت باكستان الحدود معها. وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن الفيروس تسبب في وفاة 26 شخصا في إيران. يسعى الأوروبيون والصين وروسيا إلى التوصل إلى أرضية تفاهم مع إيران حول برنامجها النووي في أول لقاء منذ إطلاق آلية فض الخلافات ضد طهران المتهمة بانتهاك الاتفاق في 2015. وعقد الاجتماع الذي وصفه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في تصريحات لوسائل إعلام بأنه فرصة لوقف التصعيد قبل فوات الأوان في العاصمة النمساوية على مستوى المدراء السياسيين في إطار اللجنة المشتركة هيئة النقاش التي ينص عليها الاتفاق. وبموجب آلية فض الخلافات التي ينص عليها الاتفاق، ينبغي أن تحاول الأطراف التوصل إلى حل قبل أن تقرر عرض القضية على وزراء الخارجية. وفي حال لم تتم مصالحة، يمكن أن يعيد مجلس الأمن الدولي فرض العقوبات التي رفعت في إطار اتفاق فيينا، لكن الأوروبيين يؤكدون أن هذا ليس هدفهم. ويرى الأوروبيون أن المخالفات التي قررتها السلطات الإيرانية ليست غير قابلة للعكس، وقد أكدت إيران حاليا أنها ستواصل تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتسمح بذلك لمفتشي هذه الهيئة بالدخول إلى المنشآت المعلنة. وينص الاتفاق الموقع في 2015 على رفع جزء من العقوبات الدولية عن إيران مقابل تقديمها ضمانات لإثبات طبيعة محاض المدينة لبرنامجها النووي. الخبر الأخير في هذه النشرة قدم مهاتير محمد وأنور إبراهيم الخصمان السياسيان منذ عقود في ماليزيا مطالبات بقيادة البلاد يوم الأربعاء بعد الاضطرابات التي فجرتها استقالة مهاتير المفاجئة. وشكل النزاع بين مهاتير وأنور اللذين شكلا حلفا مفاجئا للفوز في انتخابات 2018 معالم الحياة السياسية في ماليزيا على مدار أكثر من عقدين، وهو محور لأحدث أزمة تشهدها البلاد. واعترها مهاتير أكبر رئيس حكومة في العالم بصفته رئيسا مؤقتا للوزراء تشكيل حكومة موحدة دون ولاء لحزب سياسي في وقت تعاني فيه ماليزيا من الانكماش الاقتصادي وتأثير فيروس كورونا المستجد. وقال مهاتير في رسالة نقلها التلفزيون: يجب تنحية السياسة والأحزاب السياسية جانبا في الوقت الحالي. أطرح حكومة ليست موالية لأي حزب، وإنما تعطي الأولوية فقط لمصالح الدولة. وقال أنور في وقت لاحق أنه يعارض تشكيل حكومة من الظل، وأن 3 أحزاب من ائتلاف باكتان الحاكم سابقا اقترحوا اسمه على الملك لمنصب رئيس الوزراء. وفي محاولة لحل الأزمة يلتقي السلطان عبد الله بجميع أعضاء البرلمان المنتخبين وعددهم 222 على مدار يومين. مشاهدينا الأكارم، هكذا انتهت النشرة. شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.